تطورات جديدة تتعلق بفاغنر بعد اتفاق بين الأخيرة والسلطات الروسية، حيث توسطت به حليفة الطرفين بيلاروسيا. أحدث هذه التطورات ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية حول عزمها تسلم العتاد الحربي من مجموعة فاغنر، والتي كانت حتى فترة وجيزة رأس حربة موسكو في حربها بأوكرانيا. وسائل إعلام روسية نقلت عن وزارة الدفاع قولها إن مقاتلي المجموعة العسكرية يستعدون لتسليم أسلحتهم الثقيلة لقوات الجيش الروسي العاملة في منطقة العمليات الروسية بأوكرانيا، دون أن تفصح عن تفاصيل إضافية. هذا الإعلان اللافت من موسكو جاء بالتزامن مع إيقاف جهاز الأمن الاتحادي الروسي ملاحقاته لعناصر المجموعة قضائيا، فيما تحدثت تقارير عن وصول قائدها يفغيني بريغوجين إلى بيلاروسيا. جهاز الأمن الروسي أوضح في بيان أنه أسقط التهم الجنائية ضد عناصر فاغنر وأوقف ملاحقتهم بعدما تأكد من أن المشاركين في التحرك العسكري قد وضعوا حدا لتحركاتهم الهادفة لارتكاب جريمة على حد وصف البيان. وكان الكرملين قد كشف في وقت سابق عدة بنود للتسوية مع قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، من بينها إغلاق القضية الجنائية بحق الأخير وعودة المجموعة إلى معسكراتها. في سياق متصل، أفاد رئيس الحرس الوطني الروسي فيكتور زولوتوف أن وحداته ستجهز بأسلحة ثقيلة ودبابات بعد أن كانت على وشك الدفاع عن موسكو في مواجهة تحرك فاغنر العسكري. تزامن ذلك مع تصريحات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام المئات من أفراد قوى الأمن والحرس الوطني والجيش، أشاد فيها بالقوات الروسية في مواجهة التحرك العسكري لفاغنر وإيقاف ما وصفها بالحرب الأهلية في البلاد، وزعم أن بلاده لم تضطر لسحب وحدات عسكرية مشاركة في حرب أوكرانيا.